بسم الله الرحمن الرحيم بالله سم اجيك بتام ازنينا بتام رفرف بهونو باند الله سم نجمرالن بسم الله الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتنا سلام بتوداجو نبياچين محمد ببيسبوچاچو بسحبوچاچونا قنا غداناچون بتكتلوت يسلام دين تكتايچ لاي زوتري الله سلام النازنت ينور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتكبراتشو يريديو دانديكا پروغرام تداميوش بالاتشو بثبوتا ياكبرو السلام تاكشن ياكبرو السلام تاكشن يدرساتشو يان زوتري الله سلام النازنتن داي اللي ياتشو يتمنين لزاري ورات سانات دان اللاتشو سامنتاوي كتبا برماس پروغرامن يزان اللاتشو كربنا إيان دان دو تولد يراسو جغنو تشالوت انيا مسلمو تشم يراساتشن جغنو تشالون إيان دان دو يمسلمو ما أبالي هونسو ሊስማማበት የሚገባው ጉዳይ ቢኖር የራሱን ታሪክ የማያውቅ ተውልድ ባዶ መሆኑ ማንንም ሊክደው የማይገባው ሀቅ ነው። እስላም ዛሬ በደረሰበት ደረጃ እንዴት እንደደረሰ سنመለከት የሙስሊሙማ ጀግኖችን ሚና ማንሳትና ገድላቸው መዘከር ታሪካቸው ማውሳት ግድ ይላል። አልহামዱሊላህ ባላህ ፈቃድ ለዲን አልኢስላም መሞትን አላማቸው አድርገው ህይወታቸውን ለዲን በመሰዋት ለዲንና ለኡማው ዘብ ሆነው ውቧን لا اله الا الله محمد رسول الله يمثلون اسلام صندق علما كف بلند تولبلب يدرغو اسلام صندق زاري بملاو عالم اندي ولبلب مسلموج انغتاچنن قنا درغن بكرات عالم الدنيا لاي اندن رمد ياتشالون جگنوچ اننيا يا الله باروچ بكلمه الاولياء سلو بافسسوت دمنا اطنتاچون كسكسو نبر اسلام صندق علما بكبر እንድትው ለበለብ የህይወት ዋጋን በመፈል ነበር ወደ ጀነት የሚወስደውን ቀጥተኛን ዲኑ ሰላም የሆነ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሪሳላ ለኡማው እንዲደርስ ወደ ሆኑ ያላህ ባሮች በየገዝባው የተወደቁት ዳሩ ግን እነኛ ምርጥ ያላህ ባሮች ታሪካቸው ሳይዘከር ያው ደግምባር ጀግንነታቸው ሳይወሳ ጀብዳቸው ሳይተረክ ስማቸው ከመቃብር በታች ተቀብሮ ሳይተወሱ ህልቆ መሳፈር የሆኑ የሙስሊሙ ኡማ ጀግኖች ተረስተው ቀርተዋል። እኛም ለዚህ ነበር የሙስሊሙ ኡማ ጀግኖችን ታሪክ ሳናወጋ ለተተኪው ትውልድ ሳናስተላልፍ በታሪክ እንደነወቀስ ታሪካዊ ኃላፊነትና እስላማዊ ግዴታችንን ለመወጣት ይህን ፕሮግራም በማዘጋጀት ታሪካቸውን በመዘከር አላህ በነሱ ሰበብ የእዝነቱን በር እንዲከፍትልን በመከጀል ይህን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ያሰብነው። ምናልባትም ይህ ታሪክ ለተተኪው የሙስሊም ትውልድ ጥሩ ተምሳሌት በመሆን የረሱልን ጎዳና እንዲከተሉ ምክንያት ይሆናል ብለን በማሰብና የረሱል ወዳጆችን ታሪክ በመገንዘብ የእስላምን ኑር በመጨበጥ ጀነትን እንድንወርስና ከጀሃነም ቅጣት እንድንወጣ በመሻት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል الصحابي كالنجوم بأيه اقتديتم اهتديتم إلى الجنة ينيبال دربوش عندك واكبتنا شو ينسوم من قد تتكتلا شو قدانا شو بكتتا ود جنة يفتا شوال سلزي يننيان أسوة حسنة يتبال الله شونا مرت موديلي هونو تولدن قدانا بمكتل تاريكا شون بمرقم النسوية نورتن حياة ودهيوتا شن بمامتات كجنة نواري شرطا عندنا سلف بمعصب كمسلمو ما جغنوش محل የአንድ ታዋቂ የሙስሊሙ ኡማ ጀግኖች መሃል the last hero of islam የመጨረሻ ሙስሊም ጀግና በመባል የሚታወቀውን የአልጄሪያ የነጻነት ታጋይ የሆነውን የታላቁን አሚር አብዱል ቃድር አልጀዛኢሪ ታሪክ ለናስቀኛችሁ ወደድን ያፍታቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። የሙስሊሙ ኡማ ቁጥር ስፍር በሌላቸው ምርጥ ያላህ ባሪያ በሆኑ ጀግኖች የተሞሉ ጀግኖችን ተከነናል። ለዚህም ባብነት ከሚነሱ ጀግኖች መሃል በግንባር ቀደም ተምሳሌት የሚጠቀሱ ጀግኖች መሃል አሰደላህ የሚል ስያሜን ከሰጠው የሙስሊሙ ኡማ ቀዲም ጀግና ሐምዛ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ፣ የበድር አውደ ውጊያ ጀግና አልይ ኢብኑ አቢ ጣሊብ፣ የሁለት ሰይፍ ባለቤት ሰይፉላህ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ፣ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ፣ በረሃ ኢብኑ ማሊክ፣ ሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ የኢጅፕት ነጻውጪ የሚባለውን አምር ኢብኑ አልዓስ፣ ሳዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስን የመሳሰሉ
قديمو يشيهنو ينسون دوكا بمكتلم محمد الفاتح قنستانتينيان يكفت جغنا صلاح الدين أيوب يفلسطين نتاوكي باب النتي ميتكسو صحابوشن دوكا تكتلو يتنسو يمسلم والم جغنوش نبرو بمكتلم يقدمت وندموشاشون تاريكاوي جبت بمكتل مسلمون أمه كانت شوشو يكولونياليزم يقوناك أمبر نتالمو تاتي تاقلو جغنوشم نبرو كنزيه المحل بابنتي من نسو جغنوش محل يليبياو عمر مختار يالجيرياو أمير عبد القادر الجزائري يتمين انديا مسلم تاقاي محمد قورينا موسى ابن نسيرين يتيكينياو إمام شامل يتيمبوكتو منسا موسى شيخ الحندي ذا تايجر بملك السلسمي متوقعون سلطان تيفونا نور الدين زنجين يمساسلو يمسلم أمه جغنوش قداميوش شنبرو أنيام بزاري كتب برماس بروغراماتين كلاي كتكتنا شو جغنوش مهدر محل يتالاكون يالجيريا ينسان نتاقاي بملك السلسم يمتوقعون يامير عبدالقادر الجزائري تاريكين للناس كأنيك شو ددن الجيريا كجب بستمعراب كتنا يمغرب زونس يمتقين تالاك حقرنات يمترشو يمسلم عالم جغنا بمل سيامي نبر يمتوقعون يالجيريا ينسان نتاباس مولو سمو أمير عبد القادر ابن محي الدين الحسن بشي سمت متو زيرو سمنت عمت لدت ورانك رابيا بمتقين مسكرة بمتقبال كتما نبر كاباتا جو شيخ محي الدين الحسن يتولد أباتا جو بقدري تاريقا مندر أستاسي هنو كبنو إفران قصا يتولد يبربر نقد يزر حرق كالا جو بيت سم نبر يتولد أمير عبد القادر بشكل أدمي جو نبر قرآن باندبت بمحفظ بفرسوكيا بأمنة تمرتنا بقوانقوة تمهد كقوادنيو تشاكو تجأماري تمرتنا سلطان عوشين مكتا تليجال أمير عبد القادر بشي سمت متو حيا مستامة لدت كأبواتا تشوغار خونو حجي درقوشي هون بمكة ويتاكو كإمام شامل غار تغنائتو ببزو أجن داوش لاي توايتوال كمكة كتم اللسو بوهلا ود سوريوا وانا كتما دماسكونا ود إراقوا بغداد بمكنات يتلالك جغنوش مسلمي هنو ين الشيخ ابن عربينا شذي عبد القادر جيلان مكان مكابر كزيرو بهلا وده اقراتشو الجيريا تملسو بشي سمتمتو سلاسامة لدت الجيريا بفرنسايك انجزاستر سترك خوتمان ترك يكرب بدقافي يتكبلو يالجيريا بساوشن مادراجت جمرو كزام بوراريونا انجزيو فرنساي تورلاي يدفتا تكاتم بمكفت يالجيريا بساوشن عمت بممراتنا بمكناجت يدفتاو جيان مكتا تلشالو بانكسكاسيهم هلقو مسافر بهنو او دو جيوش وراريون يفرنسايك انجيجيطور منبركة كيلوال بزيهن يتاوستونو اسكشي سمتمتو ارباهولت باللو جيزيز لسوس اسكر تامتات تكول لفرنسايك جزاز يراس متات خونوك ايجيطوال بتلايو اكتوش كوراري هاي لاسكار يتلايو سمم منتوشن بمفرم بانكسكاسيهم هلقو مسافر بهنو او دو جيوش وراريون يفرنسايك انجيجيطور منبركة كيلوال بزيهن يتاوستونو اسكشي سمتمتو ارباهولت باللو جيزيز لسوستا سرطامتا تكول لفرنسايا قزاز يراس متات هونوك ايجيطوال بتلايو اكتوش كوراري هايلاتكار يتلايو سم منتو چنب مفرم تكات شفت مباد شو نورول عبدالقادر مكامتاون بمراب الجيريا درقو يتساكا استراتيجيكاوي والتادراوي يدفتا خدجان ايجيتكتلا يالجيريا قصو چنب مادراجت وراريون يفرنسايا انجيجيطور مكبين نموش اسات تونبر بتوات علت يفرسوجيا يتكانا عندنا برم توصل باندوت يفرنساي تدروشين كمان ركاشو بهلا بسر بيتن جلاتو انداي موتوبا مالتنا بكي امي بلا مجب سليلة تلاتنا قداي يهونا وغنن برهاب كمكتات بلو فتون دلق اقواتشو يتاريك مزاقب ياسيالو امير عبد القادر بامير النت زمنو يتوات علت يتورنا يفولتي كامرار بكاتي اللو بكشا سيهون كزيم بلاي اتشال تغنيلس مرت تناغارين نبر اسكشي سمت متو اربهو لتامت لدات باللو وقت بوراريو كنجيجي يفرنساي تورلاي يبلاي نسم نبرو نكرقن كزيه بوهالا يامير عبد القادر يدفتا وجيا بكوتو ترسروالا يهم كستت بشي سمت متو سلاسة سوات تامت لدات امير عبد القادر كفرنسايو يتور مري مارشال بوغيدغار يتافنا سمم من نسن كفرم بوهالا نبر بسم منتو مسارت أمير عبد القادر يالجير سنة يأوران كتموش بفرنسي اقزاد يبالاين نسر مهوناتشون بمكابل سم منت فرموال بتقوادانيم فرنسي بتكروت كل السوستينيو يالجيريا هجر برسو اقزاد سر مهوناتشون
ተቀብለው ፈርመዋል። ነገር ግን በኦክቶበር 15839 ዓመተ ልደት ወራሪው የፈረንሳይ ቅኝ ገዢ ጦር የአልጄሪያ ድንበርን ተሻግረው ሲሄዱ አሚር አብዱል ቃድር አዲስ ጥቃትን ከፈቱ። ያኔ ግን አሚር አብዱል ቃድር በፈረንሳይ ጦር ለመማረክ ተገደደ። የፈረንሳይ ጦር ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያየለ ሄደ። በአልጄሪያ ዜጎች ላይ የጭቆና ቀንበር እየበረታ የአልጄሪያ ዜጎች የኑሮ መቀመቅን ለማስተናገድ ተገደዱ። አሚር አብዱል ቃድር ከምስራቅ አልጄሪያ ነገዶች ድጋፍ ነጣ። በምዕራብ አልጄሪያ ካብለይ ብቻ ሲቀር ሌሎቹ ድጋፍ ነሷቸው። አሚር አብዱል ቃድር በፈረንሳይ ጦር ከመማረካቸው በፊት በዲሴምበር 21847 ወደ ሞሮኮ ሀገር ቢሰደዱም ፈረንሳይ ከሞሮኮ ጋር በነበራት ጠንካራ ዲፕሎማቲክ ግንኙነት በመጠቀም ጠንካራ ጫናን በማሳደር አሚር አብዱል ቃድርን አሳልፈው እንዲሰጧቸው ጥረት ቢያደርጉም ሞሮኮ ግን በምትኩ ወደ አሌክሳንድሪያ ለመላክ ወስና የነበረ ቢሆንም የፈረንሳይ ዲፕሎማቶች ባሳደሩት ብርቱ ዲፕሎማቲክ ጫና ከሁለት ቀን በኋላ አሚር አብዱል ቃድር ሞሮኮ ባለው የፈረንሳይ ጄኔራል ሉዊስ ዲ ላማሮይሰር አማካኝነት ተማርኮ በአልጄሪያ ለሚገኘው ጠቅላይ ገዢ ጄኔራል ዲ ኦርሊያንስ ዱክ ዱማሌ አሳልፈው ተሰጡ። በመቀጠልም ከመላ የቤተሰብ አባላት ጋር ፓሪስ በሚገኘው ቱላን እስር ቤት ታሰሩ። ከዚህም በመቀጠል ወደ ፓው እስር ቤት ተላለፉ። በመጨረሻም በኖቬምበር 1848 ወደ አምቦሲ እስር ቤት ተዘዋወሩ። አሚር አብዱል ቃድር እስከ ኦክቶበር 1852 በእስራት ያሳለፉ ሲሆን በኦክቶበር ወር 1852 ዓመተ ልደት ናፖሊዮን 3ኛ እንዲፈታ ወስነው በአመት 100,000 የፈረንሳይ ፍራንክ ክፍያ እንዲከፈለው በመወሰን ዳግም አመጽ እንዳይነሳ ስምምነት ፈርሞ ወደ ሶሪያ ቡርሳ ከተማ በማቅናት ከዛም በ1855 ወደ ደማስቆ ከተማ በማቅናት የዲን ትምህርትን መከታተል ጀመረ። በደማስቆ ቆይታውም በፈረንሳይና በአልጄሪያ መሃል የተፈረሙ ስምምነቶችን ወደ አረብኛ ቋንቋ በመተርጎም በ1858 ለህትመት አቀረበ። በተጓዳኝም አረቢያን ሆርስ የአረቦች ፈረስ በሚል ርዕስ አንድ መጽሐፍን አሳትሟል። በደማስቆ ቆይታውም ጃኒ ዲግቢ፣ ሪቻርድና ኢሳቤል በርተን ከተባሉ ምሁራን ጋር ጓደኝነትን መሰረተ። በመቀጠልም በደማስቆ ያለ በጁላይ 1860 ዓመተ ልደት በሊባኖሶች የድሩዝና የማሮናይት ጎሳዎች መሃል የእርስ በርስ ጦርነት ተቀስቅሶ ግጭቱ ወደ ደማስቆ ሲዛመት የድሩዝ ጎሳዎች በደማስቆ ክርስቲያኖች ላይ ጥቃት በመፈጸም 3000 ክርስቲያኖችን ሲገሉ አብዱል ቃድርና የእሳቸው ጋርዶች ብዙ ክርስቲያኖችን በግል ቤት ውስጥ ከለላም በመስጠት ከድሩዝ ጎሳዎች ጥቃትና ግድያ ማዳን ችሏል። ከዚህ ክስተት በኋላ ግን የፈረንሳይ መንግስት በአመት የሚከፈላቸውን 100,000 የፈረንሳይ ፍራንክ ላይ 4,000 ፍራንክ ጭማሪ አክለውላቸው ዘ ግራንድ ክሮስ ኦፍ ዘ ሌገን ዲ ሆነር የተባለን ታላቅ የፈረንሳይ የክብር ሽልማት አበርክተውላቸዋል። በተጨማሪም በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩት አብርሃም ሊንከን የደማስቆ ክርስቲያኖችን ህይወት በመታደጋቸው ምክንያት በዘመኑ ዘመናዊ የተባለ የጦር መሳሪያ ከብዙ ጥይት ጋር በሽልማት መልክ ልከውላቸዋል። ይህ የጦር